تعد الأكاديمية الوطنية للتدريب مؤسسة تجمع قادة المستقبل من مصر والمنطقة، وتعمل من أجل تطوير رأس المال البشري لقيادة عملية التنمية في المجتمع. نتكلم عن الأكاديمية الوطنية للتأهيل. الفكرة في لما احنا وجدنا ان احنا محتاجين ندفع بشبابنا ونعطي له الفرصة الحقيقية ان هو يتولى الإدارة ويتولى المناصب ويتولى الوظائف، فوجدنا ان من حقه علينا ان احنا اولا ننتقيه ونختاره بشكل كويس، والانتقاء حاولنا نكون متجردين ما امكن في الانتقاء من خلال معايير ثابته.